بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. من جنود العقل التواضع، ومن جنود الجهل التكبر. التواضع بمعنى عدم التعالي على أحد، والتكبر هو التعالي على الآخرين. وقد يكون هذه صفة كامنة في النفس، الإنسان في نفسه يعتبر نفسه فوق الآخرين، هذا يكون كبر. فإذا أظهره بتصرفاته يكون الاستكبار. الله سبحانه وتعالى يقول: إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه. فالكبر يكون في القلب ابتداء، ثم يظهر على الأعمال فيكون بصورة الاستكبار، في حين أن الإنسان المتواضع في قلبه لا يتعالى على الآخرين. كما أن الله سبحانه وتعالى خلقني خلق الآخرين، ولعل بعض الامتيازات أو الإمكانيات أو الجاه الاجتماعي الذي يكون لي وليس للآخرين، هذا لا يكون ميزان للتفاضل. فإذا واحد يمتلك ثروة مثلا يتكبر على الآخرين، الثروة ليست هي ميزان الفضيلة. فكم من ناس هم من أفضل الفضلاء ولكنهم في الوقت نفسه من أفقر الفقراء. قد يكون شخص يمتلك السلطة، امتلاك السلطة ليس دليل على الفضيلة على الآخرين، فما أكثر الحكام الذين هم سودوا وجه التاريخ بأفعالهم السيئة. الشيء الذي يكون ميزة للإنسان على الآخرين هو التقوى، ومقدار هذا التقوى لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإنسان نرى المجتمع المسلم مثلا، الكل أو الأغلب يصلي، يصوم، يحج، يزكي، يخمس، فأعمالهم بالالتزام بالواجبات وترك المحرمات في الظاهر متساوية، لكن أيهم أفضل من الآخر؟ هذا الأمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فلذلك ما هو الدليل على أنه أنا الثري أو أنا العالم أو أنا الحاكم أو أنا الشريف أفضل من ذلك الإنسان الذي يراه المجتمع وضيعا؟ هذه أمور ليست دليل على الأفضلية إذا كانت مجردة عن التقوى. حتى العلم، العلم هو سبب، جزء من السبب لفضيلة الإنسان على غيره. هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ ولكن العلم من دون تقوى لا قيمة له، بل وبال على عنق الإنسان العالم غير المتقي. في يوم القيامة يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، كما في الحديث الشريف. فلذلك الله سبحانه وتعالى أمرنا بالتواضع. التواضع ليس بمعنى الذل أو التذلل أمام الآخرين، كلا، وإنما التواضع بمعنى عدم التعالي عليهم مع حفظ عزة النفس. نحن نجد مثلا في بعض العلماء وهم من أعلم العلماء، والناس يتبركون بهم، يقدسونهم، ولكنهم يتعاملون مع الناس تعامل متواضع. رسول الله صلى الله عليه وآله أفضل الأنبياء وأفضل ما خلق الله سبحانه وتعالى، في الوقت نفسه حاكم، كان متواضعا. التواضع لا يعني الذل، فإذا كان في مورد مع ذل فهذا ليس تواضعا، هذا ابتذال، هذا تذلل.
الإنسان يجب أن يكون في كل الأحوال متواضع، بمعنى أن لا يتعالى على الآخرين بدون أن يكون ذليلا. بعبارة أخرى كما ذكرنا في حلقات سابقة، الصفات النفسية الفضيلة هي حد الاعتدال، الإفراط أو التفريط يكون رذيلة. إذا الإنسان تذلل فهذا رذيلة، إذا الإنسان استكبر هذه رذيلة، إذا الإنسان تواضع هذا حد الوسط، بأن تعامل مع الآخرين كتعامل إنسان مع إنسان، لا يتعامل تعامل مادي باعتبار أنه مالك سلطة أو مال أو منصب اجتماعي أو ديني أو ما إلى ذلك. الإنسان يستفيد من هذا الشهر الفضيل في كل الأحوال لكي يكون متواضعا، كما في دعاء الكميل: وفي جميع الأحوال متواضعا، لا تكبر ولا ذلة. وكلما كان الإنسان صاحب قدرة، سواء قدرة علمية أو قدرة مالية أو سلطة أو ما إلى ذلك، ينبغي عليه أن يكون التواضع فيه أشد والتواضع فيه أكبر. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لأن نكون من المتواضعين، لأن ترك التواضع يؤدي إلى الاستكبار، والاستكبار يؤدي بالإنسان إلى مهاوي الرذيلة. إبليس سقط من أوج قرب الله سبحانه وتعالى إلى ذل المعصية بسبب استكباره على أمر الله سبحانه وتعالى، رفض أمر الله سبحانه وتعالى. الإنسان إذا رأى الحق يجب أن يقبله، سواء كان قائل هذا الحق إنسان مؤمن أو غير مؤمن. إذا كان الكلام حق يجب أن يتواضع الإنسان للحق ويقبل ذلك الحق لكي يصل إلى الدرجة التي بتلك الدرجة يكون عابدا لله سبحانه وتعالى وقابلا للحق. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من المتواضعين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.